تجربه تنسيقيه شباب الاحزاب ربما هي الميلاد الاول للتعاون بين الاحزاب. صحيح. فاطلعني على هذا المشروع اللي انتج واثمر في الاخر القعده اللي كلنا سعداء بيها القائمه الوطنيه. يعني طبعا في البدايه انا سعيد ان انا موجود النهارده ضيف حضرتك استاذ نشأت وسط الكوكبه من قيادات العمل السياسي والعمل العام في مصر. تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين طبعا يعني تجربه بقالها سنتين. احنا النهارده وصلنا ل 27 حزب سياسي موجودين في تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين، ما يقرب من 20 شاب سياسي مستقل سواء كان لهم تجارب سياسيه سابقه او حتى لم يكن لهم تجارب حزبيه سياسيه سابقه. بنتكلم عن تجربه قدرت خلال سنتين انها تثبت للكل ان احنا كاحزاب سياسيه وكشباب في الاحزاب السياسيه نقدر ان احنا نجد ما هو مشترك بيننا ونتعاون فيه ونبعد عن ممكن وجهات النظر المختلفه. يمكن طبعا مهندس حازم عمر وضح ان احنا محتاجين ان احنا نبحث ما هو مشترك بيننا ونشتغل عليه، وان احنا وارد جدا ان احنا نكون مختلفين في الافكار ما بين بقى يساري ليبرالي راس مالي يمين وسط يسار الوسط، الكلام اللي هو المكلكع او الناس لما بتسمعه في الشارع ما بتفهموش. وان كتير من الشباب بحب الكلام ده بس بقول لك الناس لا انا بتكلم عن الناس اللي النهارده احنا بنقول ان هم محتاجين ان هم يعني ينتهجوا العمل السياسي، محتاجين النهارده ان يبقى عندنا ناس وشباب في القرى وفي النجوع وفي المراكز المختلفه. انا معلش انا 29 سنه ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. عشان بس انا ده رساله للاستاذ اسامه سرايا على الهواء بقول لحضرتك احمد صبري عنده 29 سنه عشان قال الشباب، وان شاء الله انا وحضرتك باذن الله هنلف على الاحزاب ونشوف هذا الكلام. لا صبري. احنا عندنا كمان نماذج مشرفه في تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، وعندنا خمس مرشحين بالمناسبه في القائمه الوطنيه من تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين بيمثلوا خمس احزاب سياسيه: الحركه الوطنيه ومصر الحديثه والتجمع وحماة وطن وكل يعني عندنا ده موجود في القائمه الوطنيه وشباب يعني فوق ال 35 وتحت ال 40 سنه، وعندنا كوادر سياسيه موجوده في كل النقابات وفي مختلف الكيانات اللي موجوده. لا في انتشار بيغلط فينا لا 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 انا بقول ان هم مكون من مكونات القايمه اللي هي لسه فيها طبعا خبرات كبيره موجوده، وفي الاول وفي الاخر ما كان لتلك التجربه ان هي تخرج لولا وجود كوادر سياسيه. صحيح. وقيادات ذات خبره في الاحزاب سمحت لنا كشباب ان احنا نمارس العمل السياسي، وان احنا النهارده ناخد التجربه وان احنا نبقى موجودين في المشهد السياسي. لان احنا بنقول في الاول وفي الاخر ان تجربه انتخابات مجلس الشيوخ النهارده اللي موجوده بتقول لا ان احنا نستطيع ان احنا نتعاون، احنا نستطيع ان احنا يعني نجد ما هو مشترك ونشتغل عليه. والنهارده احنا عندنا قايمه، وزي ما سياده النائبه وضحت ان احنا عندنا في الفردي تنافس ما بين يعني مئات المرشحين على مستوى الدوائر المختلفه في 27 دائره انتخابيه اللي هم 27 محافظه، وعندنا تنافس، وعندنا هيطلع مجلس شيوخ هيبقى عنده من الصلاحيات والكوادر السياسيه واصحاب الخبرات من مختلف المجالات اللي هيبداوا النهارده زي ما وضح سياده النائب صلاح حسب الله. طبعا ان احنا النهارده هيبقى عندنا غرفه ثانيه بتساعد مجلس النواب. احنا شفنا مجلس النواب اول ما انعقد النهارده كان كم القوانين المطلوب منه ان هو ينجزها في اول شهرين او اول شهر كان لا يمكن لاي مجلس انه يقوم بيه. كانت الساده ان هو كانوا بايتين تقريبا في المجلس عشان يخلصوا ويلتزموا بفتره التشريعات، لان النهارده احنا هيبقى في غرفه ثانيه هيبقى عندها دور عندها صلاحيات هتبدا ان هي تجود في التشريعات اللي موجوده. هيبدا النهارده وزي ما وضح الساده النواب ان احنا كان عندنا مشاكل في بعض القوانين نتيجه طبعا لضيق الوقت ونتيجه ايضا ربما لانشغال المجلس بكثير من الامور والنقاشات، ان احنا النهارده كان عندنا قوانين ربما يكون هناك فيها امور معيبه وتراجعت مره اخرى. شفنا قانون الخدمه المدنيه في الاول لما اترفض ورجعت عاد ثاني وما الى اخره من القوانين. فبالتالي غرفه مجلس الشيوخ محتاجين ان هي تكون موجوده وضروره ان هي تكون موجوده. الخدمه المدنيه هو مجلس رفضه في 24 يناير 2016 القانون رقم 18 ل 2015 وتعدل ونقصد ان هناك ثم اصدر المجلس قانون جديد للخدمه المدنيه بعد التعديل والاقتراحات. فانا بقول ان مجلس الشيوخ هو ضروره واحنا محتاجين ان احنا يبقى هو موجود. ربما ان احنا النهارده امام مشهد سياسي انا بقول يدعو للتفاؤل قبل انتخابات مجلس النواب القادمه وقبل انتخابات المجالس المحليه. انا بشوف ان هي هتبقى ضروره ملحه في المستقبل ان شاء الله نقدر ان احنا نوصل الى صيغه تفاهم حول قانون محليات يبدا ان احنا يبقى موجود عشرات الالاف ما بين الشباب والسيدات واصحاب الخبرات، ونبدا ان احنا يكون عندنا مجالس حقيقيه تراقب وتقدم خدمات للمواطنين عشان يبقى عندنا منظومه سياسيه متكامله من مجلس نواب من مجلس شيوخ من مجالس محليه، ويبدا ان احنا عندنا مصانع لكوادر سياسيه حقيقيه موجوده في المستقبل
وشفنا السيد الرئيس خلال الفتره السابقه التمكين السياسي اللي موجود للشباب في كافه الاماكن التنفيذيه، شفنا نواب المحافظين، شفنا نواب الوزراء، شفنا البرامج التدريب والتاهيل الرئاسيه، وشفنا عندنا في تنسيقات شباب الاحزاب والسياسيين. فانا بقول ان احنا عندنا تجارب سياسيه قويه جدا في الاحزاب السياسيه، وبنشوف دايما ان الشارع هو الترمومتر. في احزاب كانت موجوده في 2015 النهارده ممكن هي تكون تراجع دورها نتيجه ممكن غيابها عن ان هي تقوم بدورها في الشارع، وممكن ان احزاب النهارده ما كانتش موجوده في المشهد في 2015 بعد ان بذلت جهد وتواجدت في الشارع وعملت قاعات شعبيه بدات النهارده ان هي تتواجد في المشهد السياسي. فانا بدعو كل الاحزاب السياسيه ان هي دايما تكون متواجده وسط الجماهير، تبدا ان هي تكثف من انشطتها، ان هي تستوعب كوادر جديده عشان تبقى موجوده في المشهد. وانا بشوف ان الباب مفتوح للجميع. نتكلم عن قائمه وطنيه فيها 11 حزب سياسي، فيها تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، في المستقبل وارد جدا ان كمان نستوعب عدد اكبر من الاحزاب السياسيه والكيانات السياسيه اللي عندها رغبه في ان هي تدخل في النسيج الوطني متمثل في القائمه الوطنيه. والتنافس مفتوح امام الجميع في المقاعد الفرديه.